واحسن واحد يكلمنا عن محمد نديم وقدراته ومميزاته، ولو في عيوب يقولها لنا. طبعا مدربنا الكبير كابتن ايمن الطويل، مدرب قطاع الناشئين بنادي الزمالك السابق وحالي مدرب حراس مرمى في نادي المصري بالسلوم، مع الكابتن احمد عبد الرؤوف. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك كابتن مصر حبيبي؟ والله كابتن طارق وحشني كتير والله يا كابتن. عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن والله كله تمام يا كابتن، مبسوط جدا مع حضرتك والله بجد. الله يخليك. ايمن الطويل من المدربين الصاعدين اللي ليهم مستقبل كبير، احنا جبناه هنا طبعا في ملعب الناشئين، كان ضيفنا في حلقه من الحلقات واستفدنا معاه بيه واطمنا على مستقبل حراسه المرمى. كلمني بقى على محمد نديم وسيد عطيه وفرصته اللي فاتت، وشايف مستقبل نادي الزمالك في حراسه المرمى ازاي يا كابتن ايمن؟ تمام يا كابتن. هو طبعا محمد نديم حارس جه من سبورتنج من حوالي 3 من 4 سنين في القطاع، وهو حارس يعني مواصفات حارس مرمى بشكل كبير، سواء طوله او ستايله او ادائه. هو جه طبعا الفتره الاولانيه في النادي كان لسه ما بيلعبش وكده، فاشتغلنا عليه بشكل كبير وقدرنا ان احنا نطور من ادائه بشكل كبير يا كابتن طارق. وهو حارس عنده مواصفات كبيره جدا، سواء كرات عرضيه سواء الانفرادات بشكل كبير، حارس عنده ثبات غير عادي. في فتره ما خدش، يمكن حصل معاه دروبات كتير في فتره، كان هو صبر واد بيشتغل على نفسه بشكل كبير. محمد من الجوان اللي هي صبوره جدا وبتشتغل على نفسها بشكل كبير جدا، ما بيملش ابدا. يمكن في سنه لعب فيها سيد عطيه كامله كلها، السنه خدنا فيها البطوله مع كابتن احمد عبرو، مع كابتن 2003 معايا كابتن امير عبد العزيز بالظبط. لا الفتره اللي قعد فيها محمد نديم وسيد عطيه، ده امير عبد العزيز معانا كابتن احمد عبروف كان ساعتها مساعد. الفتره دي يا كابتن يمكن محمد نديم ما لعبش فيها، لكن هو كان شغال على نفسه بشكل غير عادي. وسيد عطيه راح السنه ديت منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين ولعب فيها اساسي، لكن محمد ما كانش بيزهق خالص، وكنت انا بقعد معاه دايما اقول له انت حارس كبير وكده، وكان بيقول لي يا كابتن انا مبسوط جدا ان انا اتطورت، انا حاسس بنفسي ان انا اتطورت بشكل كبير جدا وتحولت بطريقه غير عاديه، وانا حاسس ان انا لو لعبت بعد كده هبقى مختلف عن ما جيت. فدي هو دي ده هو دي كانت حاجه اصرار منه. عنده طموح، واضح ان كان عنده طموح كبير وواثق في امكانياته ومش واخد حقه قوي، فبيتكلم على مستواه وعلى قدراته على اساس ان هو عنده ثقه بنفس كبيره يعني. قوي يا كابتن، لدرجه ان هو السنه اللي بعديها لما لعب ماتشات سيد كان في المنتخب، وكان في فتره الكورونا ديت، فسيد كان في منتخب مصر 4 سنين وجاله كورونا ساعتها في المنتخب. فطبعا نديم لعب في النادي ساعتها في الفرقه اساسي، فعمل مباريات قويه جدا، وعمل لان هو كان حاسس بنفسه ان هو اختلف واتطور بشكل كبير. وبعد كده طلع الدرجه الاولى الفتره اللي هو سيد ونديم طلعوا فيها السنه اللي فاتت ديت، وانا متاكد يعني ان هو يعني لو لعب يعني هلا هنتفرج على حاجات بشكل كبير جدا. طيب قول لي، هو مش ده برضو نديم اللي كان اعتقد عنده مشكله في القيد الموسم ده؟ او صعد الفريق الاول وبعدين سقط قيد يعني اعتقد، وانت كنت موجود يعني، احكي لي برضو القصه دي ازاي ده حصل طالما هذا الحارس بهذه المواصفات اللي انت بتقول عليها يا كابتن ايمن؟ لا والله كابتن، هو الموضوع يعني انا ما اعرفش لحضرتك، انا استغربت جدا، انا استغربت، انا بقول هو كنا مستغربين والله. والله انا بصراحه ان الولد مقتنع بيه كارتيرون بشكل كبير جدا، مستر كارتيرون. وفي نفس الوقت لو تلاحظ حتى كابتن ان مستر كارتيرون ساب جونين بس في الدرجه الاولى اللي هو عواد وجبل، ومشى الجوان كلها، ودي كانت حاله غريبه كان الناس كلها فيها نقد فيها، ان ازاي يعني ماشي محمد صبحي ومفيش جون ثالث ومفيش، لكن نادي الزمالك دايما في ناشئين موجود حراس على مستوى عالي جدا. واكبر دليل قال هسيب الجونين دول، وانا شايف ان في حراس صغيره تقدر تبقى متواجده بشكل كبير. عجبه ساعتها محمد نديم، وحصل طبعا حاله كبيره جدا ازاي ما اتقيدش ويسقط في قائمه تحت في الناشئين، وازاي يحصل الكلام دوت. فدي كانت حاله صعبه جدا كلنا استغربنا عليها كابتن بصراحه. انا يعني طبعا انا كنت ساعتها السنه دي، السنه اللي فاتت ما كنتش ماسك الفرقه بصراحه، لكن هم ايدوا اتقيد جون واحد بس او جونين، كان واحد مصاب يعني معاهم، فمحمد ما اتقيدش بقى، فطبعا كانت صعبه جدا. وكان بيتمرن مع الفريق الاول فوق. بيتمرن مع الفريق لما الاول، لما مستر كارتيرون عجبه الولد عجبه. الحمد لله ان هو قيد، لان هو اوريدي مقيد من الموسم الماضي بالظبط. ده اكبر دليل على كلامي ان هو عنده عزيمه غير عزيمه وصبر. الاولاد كان عارف يعني، عارف بعد كده ان هو مش متقيد ازاي، وفضل صابر وصبر على نفسه واشتغل بشكل غير عادي، كان بيشتغل برضه بيطور من نفسه بشكل كبير، والراجل عاجبه الولد، وهو دلوقتي شغال على نفسه بصراحه بشكل كبير. وده ولو وبالنسبه بقى لو اتكلمنا برضو على سيد عطيه عشان ندي له حقه، لسه كنت اقول لك بقى سيد عطيه شفته ازاي المباراه اللي فاتت في السبع ثمان دقائق اللي نزلهم دول او 10 دقائق اللي نزلهم دول، تمام. ورايك تمام. فيك حارس مرمى، لان برضو يعني الظهور الاول او الطله الاولى بيبقى لها تاثير كبير جدا اكيد، يمكن ضربه الجزاء اللي اتعملت برضو اثارت بعض الـ 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 الـ
اثارت الجدل حوالين سيد عطيه. قول لي بقى سيد عطيه شفته ازاي الماتش اللي فات ومستواه عامل ازاي؟ تمام كده. بالنسبه للماتش اللي فات هو سيد كان عايز ينزل يعمل كل حاجه في الكوره، يعني هو جواه حاجات عايز يطلعها. فهو طلع في 10 دقائق كان لازم يتقال له ان هو كان لازم ينزل يعمل ايه، يعني ايه يبقى ما يستعجلش على ان هو يبقى كويس بسهوله، يعني مثلا نطلع على اي كروس اي كره عرضيه اي انفراد، لا يبقى هادي ان هو ال10 دقايق دول ممكن ما يجيلوش حاجه اصلا، بس بشكل وقت ايه يشتغلهم بشكل كويس. لكن سيد كان مستعجل قوي ان هو عايز يعمل كل حاجه. ده ما يقلش منه ان هو جون كبير، عشان كده هو في دماغه عايز يوري الناس مين سيد عطيه والكلام دوت. لكن هو عشان خبرته بس كانت قليله سنه، فبعد كده هيظبط الحته دي بشكل كبير. لكن هو يمكن سيد عطيه من الجوان الذكيه جدا، بيلعب بذكاء وبشكل غير عادي. هو لعيب كوره كمان، لعيب كوره من الجوان تلعب برجليها كابتن، ان ينجح اي مدير فني عايز يبدا من تحت او يشتغل من تحت، لا ينجح اي حد بيلعب برجليه. بيلعب يمكن افضل جون شفته بيلعب برجليه ممكن سيد عطيه. عنده ثقه في نفسه غير عاديه، بيلعب بذكائه مش اي حاجه بيعملها، لا من بيعرف اللعب هو بيشوط هيشوط فين، يعني عنده قرايه للعب بشكل سريع جدا. هو ذكي جدا الولد، ذكائه غير عادي، وبيقدر ان هو يتعامل بالكره بسهوله جدا، يمسك الكور بسهوله، تحس ان هي مثلا تحس ان هو مثلا طب ما ترماش ليه، لا هو ما بيترميش، بيستغل اخر حاجه الرمي بيفكر فيها ان هو يترمي او يطير او يعمل طريقته وكده. لكن هو من الحراس اللي هي عندها ذكاء كبير جدا. طيب جدا كابتن اي اتفضل اتفضل اتفضل. وهو من الحراس برضو اللي جه يا كابتن الفتره اللي جه فيها كان عنده برضو عايز اللي كان نفسه يروح منتخب وكده، وكابتن ربيع ياسين يمكن جيت كان بيجي يتفرج عليه ولعب اساسي في منتخب مصر، والحمد لله نادي الزمالك الفتره الاخيره ديت معظم جوانه بتلعب اساسيه في منتخب مصر، سواء احمد نادر او سيد عطيه او محمد صبحي في منتخب الاولمبي او ابو جبل الماتش اللي فات في الدرجه. فالحمد لله احنا يمكن في المنتخبات الحمد لله بشكل كبير بنقدم جوان كويسه بشكل كبير. نصيحتك بقى لسيد عطيه ونديم وكل حراس مرمى نادي الزمالك اللي ممكن انت متوسم فيهم ان هم يلعبوا في فريق اول الفتره الجايه، نصيحتك ايه للولاد الصغيرين دول؟ لا ان هم ما يستعجلوش يبقى عندهم يعني ما يستعجلوش يصبروا ويشتغلوا، لان حراسه المرمى بالذات بتحتاج صبر كبير، صبر بشكل كتير، لان الحارس طبعا انت عارف ان بيلعب بيفضل يعني فتره كبيره. مثلا عندك عواد فضل قاعد هو فتره كبيره ما بيلعبش سنتين، وفضل قاعد مستني يلعب تاني والكلام ده، وما بيلعب بيأدي يعني وبيشتغل بشكل كويس. لكن انا عايز اوصل لهم اقول لهم ان انتم ما تستعجلوش، اشتغلوا على نفسكم اكتر، وحتى لو طلعت لو نادي الزمالك اديك لعبت درجه اولى وظهرت في وسط نادي الزمالك، لو طلعت في اعاره او الفتره الجايه او اشتغلت هتقدر ان انت تعمل اسم لنفسك وابن من ابناء نادي الزمالك. وان شاء الله هو ده السياسه اللي بنشتغل بيها في نادي الزمالك، ان بنطلع جوان اعارات وبنستغلهم بعد كده في النادي، يعني هم يبقوا متواجدين بعد كده يعني. ودي اخر حاجه عملناها كابتن لو تلاحظ، طبعا في محمد صبحي او جنش او محمد صبحي بالنسبه اللي احنا طلعناه عاره ونجيبه وممكن نجيبه تاني، وان شاء الله يعني دايما نادي الزمالك ولاد بحراسه المرمى يعني كده. طيب برضو ما مش معقول ما تكون معايا كابتن ايمن وما اسالكش على ابو جبل في ان هو لما نزل واتحط في الوضع على طول فجاه. احكي لي انت مدرب كبير في مدربي حراسه المرمى، الحارس المرمى في التوقيت اللي هو ده ايه اهم مواصفات حارس المرمى، وابو جبل نجح لاي درجه في هذه المباراه من الثبات الانفعالي من التعامل مع الكرات اللي جات له؟ احكي لي بقى شفت ابو جبل ازاي في اخر مباراه مع كوت ديفوار. تمام. هو كان عايش الماتش طبعا بره، اكيد كان عايش ماتش بشكل كبير، وده اللي فرق معاه ان هو كان عايش الماتش وكان حاسس ان هو ممكن في اي وقت ممكن ينزل. يعني اكبر دليل لما نزل هو كان يمكن جاله كره صعبه جدا اتعامل معاها، ده دليل ان هو كان عايش المباراه. صح. ودخل المباراه بسرعه، ودي دخلته المباراه بسرعه الكره اللي شالها، وقدر بعد كده ان هو يعني انا في ضربات الجزاء لما وصلنا لضربات الجزاء عارف ان هو اكيد 100% هيصد، لان الكره اللي دخلته الماتش ودخل المباراه بسرعه ده ان هو عايش المباراه بره وشغال عليها بشكل كبير. وده اهم حاجه ان الحارس يبقى قاعد بره، مش قاعد بره ان هو احتياطي وقاعد ومقضيها يعني قاعد بيتفرج وخلاص، لا يبقى عايش الماتش كانه بيلعب، لان الحارس في اي وقت هينزل لو مش عايش المباراه لا هي صحيح. اهم حاجه انه يكون عايش المباراه بالظبط. طبعا يا كابتن طبعا. تمام. طبعا كابتن ايمن الطويل انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله القيمه، وبالتوفيق ليك وسلامي للكابتن احمد عبد الرؤوف وباقي اعضاء الجهاز كابتن حسام اسامه والكابتن عامر صبري.